السلام البنات، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم سما أولاد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الفلفل معمر بالرز والدجاج. الصدر ديال الدجاج كيجي أكثر من رائع كما كتشوفوا، كيجي زوين بزاف. فبقوا معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو، عندنا الرز، كاس ديال الرز اللي نقعته 15 دقيقة في الماء، بصلة مشلضة على هذا الشكل، الدجاج اللي قطعته، صدر ديال الدجاج اللي قطعته على هذا الشكل قطع صغيرة، القزبر ومعدنوس مخلطين مع بعضياتهم. بالنسبة للتوابل غنحتاجو معلقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر أو التحميرة، معلقة صغيرة مع مراش ديال الفلفل الأسود أو الإبزار، الزنجبيل، جوج فصوص ديال التوم مفروم، الكمون، صلصة حارة كتبقى اختيارية، والزيت باش نشحرو هاد العناصر. دابا ندوزو للطريقة. أول حاجة غادي نديرو الزيت، ومن بعد غادي نديرو البصلة، تتشحر لينا مزيان، وغنزيدو عليها جوج فصوص ديال التوم، وغادي نخلطو مزيان على هاد الشكل حتى تدبل لينا البصلة. ومن بعد غادي نزيدو الدجاج، من بعد ما دبلت لينا البصله كما كتشوفوا، دابا غادي نزيدو صدر ديال الدجاج، وغادي نحركو مزيان، وغادي نزيدو التوابل. بالنسبه للتوابل غنزيدو فلفل احمر، غنزيدو فلفل اسود او الابزار، سكنجبير، وغنزيدو الكمون، وغنزيدو معلقة صغيرة ديال الصلصة الحارة. من بعد غادي نزيدو القزبر ومعدنوس، وغادي نخلطو مزيان، حتى يندمجو لينا العناصر مع بعضياتهم، ونخليو حتى يطيب لينا الصدر ديال الدجاج. على هذا الشكل كما كتشوفوا، انا هنا غادي نزيد معلقه صغيره ديال الخرقوم باش يعطيني اللون ملي نضيف الرز، وغادي نزيد نخلط مزيان على هذا الشكل، ونخلي حتى يطيب ليا شي شويه، ومن بعد غادي نزيدو الرز. دابا غادي نضيف الرز، كاس ديال الرز، وغادي نخليهم يتقلاو شويه مع بعضياتهم، يعني الدجاج والرز على هذا الشكل، حركوهم مزيان ونخليهم يتقلاو، ومن بعد غادي نضيفوا الماء. بالنسبه للماء غادي نضيفوا جوج كيسان ديال الماء، حيت استعملنا كاس. اذا استعملتوا كاس ديال الرز ديروا جوج كيسان ديال الماء، اذا استعملتوا جوج كيسان ديال الرز استعملوا ربع الكيسان ديال الماء، يعني كنضاعفوا الكميه ديال الماء. حركوا مزيان على هذا الشكل حتى يتقلاو لينا مزيان مع بعضياتهم، ومن بعد عاد كنضيفوا الماء. بالنسبة للتوابل البنات، نسيت ما ذكرتش لكم الملح، راه ضفتها، كنديرو ضروري كنديرو الملح. من بعد ما تقلى لينا مزيان الرز، دابا غادي نزيدو جوج كيسان ديال الماء. كما قلت لكم الماء كيبقى على حساب شحال استعملتو ديال الرز،
انا استعملت هنا كاس ديال الرز، غندير جوج كيسان يعني كنضاعفوا الكميه ديال الماء. ودابا غادي نغطيوها وغادي نخليوها طيب مزيان حتى كتشرب هذاك الماء، ومن بعد نعاودو نتلاقاو. من بعد ما نشفت لينا مزيان من الماء كما كتشوفوا، دابا غادي نطفيو عليها وغادي نمشيو نوجدوا الصلصه. بالنسبه للصلصه البنات، هنا حكيتها، حكيت جوج مطيشات مزيان، ممكن ديروهم هكاك تقطعوهم وديروهم حتى تطلق الماء ديالها، ومن بعد كتزيدوها التوابل. انا هنا حكيتها ودابا غنزيد ليها التوابل وغنطيبها دقه واحده. غندير هنا الملح، وغندير معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر او التحميره، غندير شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، وغندير جوج فصوص ديال التوم، غنحكوهم على هذا الشكل. ومن بعد غادي نزيدو معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم، وغادي نحركو عفوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. وغادي نزيدو معلقه ديال السكر باش تحيد لينا هذيك الحموضيه ديال المطيشه. من بعد غادي نزيدو شويه ديال الزعتره او الزعتر اللي بغيتو، وغنزيدو شويه ديال الماء، وغادي نحركو مزيان هاد المكونات. غادي نحركو مزيان وغادي نديروها فوق البوطه على نار مهيله ونغطيوها حتى طيب مزيان باش ما تبقاش طاير لينا، ومن بعد نرجعو باش نوريكم الشكل ديالها. نسيت البنات ما تكتش ليكم الزيت، غنديروا شويه ديال الزيت وغنحركوا المكونات وغنديروها طيب. هو الشكل ديال لاصوص من بعد ما وجدت لينا كما كتشوفوا. بالنسبه للفلفل كما كتشوفوا حليته من الفوق وخبيته مزيان من الداخل على هذا الشكل كما كتشوفوا باش نعمروه من الوسط. ممكن انكم ديروا ليه هذه الطريقه يعني تخويوه من الوسط، اولا ممكن تقطعوه على جوج وتعمروه كيبقى هذا الشكل احسن كما كتشوفوا. دابا غادي نبداو نعمروا الحشو، وقبل ما نعمروا الحشو غادي نجيبوا المول اللي غندخلوه الفرن وغادي نديروا فيه لاصوص اللي صايبنا من تحت، ومن بعد غادي نعمروا الفلفل وغادي نحطوهم في الوسط. غنصبوا الصلصه ديالنا اللي وجدنا، نحاولوا نوسعوها على هذا الشكل، نوسعوها مزيان. ودابا غادي نبداو نعمروا الفلفل. دابا غادي نبداو نعمروا على هذا الشكل، تنعمروها مزيان. غنبقاو نعمروا حتى نعمروها مزيان. بالنسبه للكميه كما قلت لكم ديال الرز ديال الدجاج وحتى ديال الفلفل كتبقى على حسب عدد اشخاص الاسره. نعمروا على هذا الشكل وغنحطوها من بعد هنا على هذا الشكل، وغنستمروا بنفس الكيفيه حتى نكملوا جميع الفلفل ديالنا.
هذا هو الشكل ديالهم اللي عمرتهم كما كتشوفوا. ممكن تستعملوا اي فلافل كان عندكم، يعني ممكن تكتفيوا غير بالاخضر، الفلفل الاخضر كيجيو زوينين بزاف، وحتى الحشوه بسيطه كما كتشوفوا. دابا غادي ندير ليهم الالومنيوم وغادي ندخلهم الفرن يزيدوا يطيبوا لينا، ومن بعد غادي نعاود نخرجهم وغادي نزينهم بالفخوماج كيبقى اختياري، وغادي نعاود ندخلهم باش يدوب فيهم الفخوماج ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا. من بعد ما خرجناهم من الفرن خرجتهم، ومن بعد درنا ليهم الفخوماج من الفوق وعاود دخلتهم كما قلت لكم حتى داب الفرماج وعاود خرجتهم. بالنسبه للفخوماج كيبقى اختياري، يعني ممكن انكم تخليوهم هكاك. ومن بعد قدمتهم على هذا الشكل، درت الصلصه لتحت، ومن بعد حطيت عليهم الفلفل اللي عمرته على هذا الشكل كما كتشوفوا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق وديروا لايك للفيديو. واذا كنتوا جداد ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش هكا ان شاء الله توصلوا بكل جديد من فيديوهاتي. ودابا نخليكم تلقوا فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.